الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا وإصابة العشرات في هجوم على سجن بدونيسك، وكييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن الهجوم. التضخم السنوي بمنطقة اليورو يرتفع إلى 8.9% في يوليو. 3 بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، مرحبا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة للشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير ويمن وبركات على الجميع. أعلنت وزارة الداخلية منح زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وأوضحت الداخلية أنه تم التصريح بزيارة استثنائية واحدة فقط لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل اعتبارا من بعد غد الأحد وحتى 31 من أغسطس المقبل، على ألا تحتسب هذه الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ودعمهم نفسيا من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذويهم مختلف المناسبات. نظمت كلية الدفاع الجوي مؤتمرها العلمي الثاني بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة الإسكندرية الذي عقد على مدار الأيام الماضية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير العملية التعليمية وإثراء المستوى العلمي والثقافي لأعضاء هيئة التدريس وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. وتضمنت فعاليات المؤتمر محاضرات للمتحدثين الرئيسيين للمؤتمر وجلسات لمناقشة الأوراق البحثية وعددا من ورش العمل، وتناولت التقنيات الحديثة في أسلحة ومعدات الدفاع الجوي والمركبات المأهولة والمركبات المأهولة وأنظمة التعارف الكهرومغناطيسية وتطبيقاته وتحديد المواقع باستخدام تقنيات أنظمة الملاحة. وأعرب قائد الدفاع الجوي الفريق محمد حجازي عن تطلعه أن يثمر المؤتمر وما يتضمنه من جلسات وبرامج تعليمية وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منه بالاطلاع على أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بالدفاع الجوي. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع أسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 455 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 103 أطنان مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فقد تم ضبط ما يقترب من 25 طن، كما تم ضبط أكثر من 58 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية، من بينها 47 قضية خبز ناقص الوزن و105 من القضايا خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 17 قضية بمضبوطات بلغت ما يقترب من 72 طن أقماح محلية. وصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إدارة جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة سياسة ملكية الدولة للأسبوع الخامس على التوالي. وقد خصص المركز جلسات هذا الأسبوع للنقاش حول أبرز التحديات والفرص المتاحة فيما يخص قطاع الصحة والصناعات الدوائية بحضور أكثر من 60 خبيرا وممثلا عن القطاعين العام والخاص.
بنتكلم على الملكيه احنا ما بنتكلمش عن بيع وشراء، احنا بنتكلم على مفهوم الاداره في هذا القطاع. فمن ضمن الاطروحات اللي اتكلمنا عليها النهارده ايه نوع المشاركه بتاعه القطاع الخاص مع الحكومه، سواء كان من خلال الاداره، واتكلمنا كمان في نقطه مهمه جدا وهي ان دور الحكومه في التنظيم والمراقبه. واهم ما يميز هذه الوثيقه ان هي اول وثيقه يتم فيها دمج كل اصحاب المصلحه مع بعض، بحيث ان احنا نؤدي في النهايه الى البنفيت الكبير لمصلحه المواطن المصري. مشاركه القطاع الخاص في القطاع الطبي اعتقد هيبقى ليها تاثير ايجابي جدا على الخدمه الصحيه اللي بتقدم للمواطن المصري. مشاركه القطاع الصحي سواء كان في الاداره او في الملكيه او تشجيع القطاع الصحي في المشاركه في زياده عدد الاسره، اعتقد دي هتبقى ليها تاثير كويس جدا على الرعايه الصحيه. يعني محور الحوار النهارده والنقاشات اللي دائره الان والحقيقه يعني تقريبا اوشكنا على الانتهاء، كلنا بندور في فلك الحقيقه المعوقات التي ادت لشركات قطاع الاعمال العام الى ما هي عليه الان، وكيف السبيل الى ادخال القطاع الخاص فيها لتحركها وزياده انتاجيتها وزياده ربحيتها بما يعود بالنفع على اولا الحقيقه المواطن المصري والدوله المصريه، وتعظيم ايضا حجم الصادرات، وده بادخال او تعظيم الشراكه للقطاع الخاص مع الدوله في هذه المصانع. اطلاعي على وثيقه الدوله بشان تخارج من بعض القطاعات اظن انها رساله ايجابيه. بنقعد كتير على ترابيزات فيها مستثمرين من الخليج ومن الأجانب من دول غربية، لا شك أن اتجاه الدولة وتنفيذ الوثيقة دي على أرض الواقع هيؤثر إيجابيا على وجود استثمارات أجنبية داخل السوق المصري. معظم التوصيات النهاردة بتتكلم على تحديد أولوية الدولة في صناعات الدواء وتوجيهها أساسا في الصناعات الاستراتيجية اللي ما قدرش القطاع الخاص ان هو يقدر يدخل فيها، زي صناعة المواد الخام، زي صناعة المنتجات الحيوية، وازاي ان احنا نحسن اداء القطاع الاعمال والقطاع الدولة في الدواء على ان هو تبقى من احسن القطاعات المربحة والتي تحدد واللي ممكن توصل بالدولة لتوفير الدواء باسعار ممتازة وكمان تتمشى مع السياسات الاستراتيجية للدواء. اكثر ما لفت نظري هو المصارحة الكبيرة جدا اللي موجودة في الوثيقة، مصارحة فعلا احنا محتاجينها في الوقت الراهن. بتتكلم عن السلبيات بكل وضوح، بتحط طرق مناسبة بالفعل وفعالة لعلاج هذه السلبيات. لازم الدولة تفضل موجودة في بعض الحاجات الاستراتيجية، سواء في الملكية للمستشفيات او لشركات القطاع الدواء، مهم جدا في بعض الأدوية والمستلزمات لازم الدولة تكون موجودة فيها. حقيقة الوثيقة مكتوبة بشكل جيد جدا جدا، الاتجاهات فيها واضحة. اللي احنا كنا بنتناقش فيه في ورشة العمل النهاردة هو ازاي نقدر نخرج من الوثيقة دي لبعض التفاصيل المهمة جدا عشان نقدر ننفذها، وبالتالي لازم نشتغل مع بعض ونوضح بالظبط احنا ايه المجالات اللي عايزين الدولة تكون موجودة فيها وموجودة فيها بقوة، وازاي تقدر تعمل ده عن طريق الشراكات، والجزء اللي الدولة محتاجة تتخرج منه في الصناعات دي اللي ممكن يكون مش مهم جدا للأمن القومي وبالتالي مش محتاج ان الدولة تكون لها يد فيه. الوثيقة مضمونها ان هي عايزة ترفع من الاقتصاد المصري والكيانات الخاسرة وتدعم دخول القطاع الخاص، وده غالبا احنا يعني نادينا بيه كتير، لانه القطاع الخاص جيد جدا في الإدارة، واحنا في الاخر عايزين نهدف للربح ورفع الاقتصاد.
أعلن الكريملين أنه لا يرى أي تغيير في استعداد الغرب لتقديم تنازلات بشأن أوكرانيا من أجل ضمان وقف إطلاق النار. جاء ذلك في تصريحات للمتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، والذي نفى وجود خطط لتنظيم محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن بلاده مستعدة لبدء شحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، وفي انتظار إشارة البدء من الأمم المتحدة لتصدير الشحنات. وقال مكتب زيلنسكي إن الرئيس زار ميناء تشورنوموراسك المطل على البحر الأسود الذي تحاصره روسيا للاطلاع على الاستعدادات لتصدير الشحنات بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو ستقترح قريبا موعدا لإجراء مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين. وذكر بلينكين في وقت سابق أنه يعتزم إجراء مكالمة هاتفية مع لافروف لمناقشة تبادل السجناء المحتجزين لدى البلدين. نفت أوكرانيا أن تكون قواتها قد قصفت سجنا يعتقل به أسرى حرب أوكرانيين، وذلك عقب إعلان موسكو أن هجوما على السجن الواقع في دونيسك التي تسيطر عليه القوات الروسية خلف عشرات القتلى وعدد كبير من الجرحى. كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا قصفت سجنا بصواريخ هيمارس أمريكية قتل صنع، ما أسفر عن مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا وإصابة 75 آخرين. أعلنت دائرة الأمن الفيدرالية الروسية إحباط محاولة هجوم إرهابي في منطقة ليبتسك الواقعة في الجانب الغربي لروسيا. وذكر المكتب الإعلامي لدائرة الأمن الفيدرالية الروسية أنه تم منع هجوم إرهابي في المنطقة لثلاثة أعضاء من مجموعة تخريبية أنشأها متطرفون في القطاع الأيمن الأوكراني المحظور في روسيا. وأوضح الأمن الفيدرالي الروسي أنهم قد خططوا لتفجير عبوة ناسفة قوية في أماكن مزدحمة في إحدى منشآت البنية التحتية للنقل في ليبيتسك. أعلنت الإدارة المعنية من روسيا في مقاطعة زابورجيا جنوب أوكرانيا إحباط هجوم بالطائرات المسيرة شنته قوات كييف على مواقع في مدينة ميلتوبول جنوب المقاطعة. وقال العضو في المجلس العام لإدارة زابورجيا فلاديمير روجوف إن المقاتلين الأوكرانيين حاولوا شن هجوم على البنية التحتية المدنية لمدينة ميلتوبول في الليل بطائرات مسيرة هجومية، مضيفا أن نظام الدفاع الجوي صد الهجوم. قال حاكم منطقة ميكولايف الأوكرانية إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 7 في هجوم صاروخي روسي على المنطقة التي تقع جنوب شرق البلاد، موضحا أن بعض الجرحى كانوا بالقرب من محطة للنقل العام. ومن جهة أخرى قتل 8 مدنيين وأصيب 19 آخرون في هجمات روسية استهدفت منطقة دونيسك خلال الساعات 24 الماضية فقط. وأضاف الحاكم المحلي للمنطقة أنه يستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا. قال وزير الدفاع البريطاني بين والس إن بلاده محظوظة لأنها غير معتمدة على الغاز الروسي. وأضاف والس أن روسيا تفشل في الكثير من الجوانب في أوكرانيا، وقد يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تغيير استراتيجيته مجددا، ورأى أن الرئيس الروسي قد تحدى كل المنطق بما فعله في أوكرانيا ولم يرغب في الاستماع إلى العقل. أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربن أن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق لشراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز من روسيا خلال الصيف. كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد كشف الأسبوع الماضي على أن المجر تريد شراء كميات إضافية من الغاز من روسيا، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في طلبها على الفور.
ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا قد ارتفع إلى 5,104,000 لاجئ، ذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وأوضحت الوكالة أن البلاد استقبلت أمس الخميس نحو 23,300 لاجئ وافدا من أوكرانيا مقابل 22,500 لاجئ في اليوم السابق عليه، فيما غادر حوالي 3,190,000 لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا، وذلك منذ فبراير الماضي. أعلنت وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوروستات ارتفاع التضخم في الدول الأوروبية التي تستخدم عملة اليورو إلى مستوى قياسي آخر في يوليو، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وتداعية الأزمة الأوكرانية. أوضحت اليوروستات أن التضخم السنوي في دول منطقة اليورو ارتفع إلى 8.9% في يوليو بزيادة من 8.6% في يونيو، وفقا لأحدث الأرقام التي نشرتها الوكالة. أظهرت البيانات الرسمية أن الاقتصاد الألماني قد أصابه ركود في الربع الثاني من العام الجاري، إذ تدفع الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا واضطراب الإمدادات بأكبر اقتصاد في أوروبا إلى حافة الانكماش. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ظل مستقرا على أساس فصلي وفقا للأرقام المعدلة. وإلى الاقتصاد الأمريكي، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم العام الحالي سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة. كما شدد الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين، داعيا الكونغرس إلى تمرير القانون المقترح لتسهيل حياة الأمريكيين وتخفيف ضغط التضخم. أزمة اقتصادية تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية غير مسبوقة، فبشكل غير متوقع انكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، الأمر الذي يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود. وفي محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع، توقع البنك المركزي الأمريكي الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، بعدما أعلن ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس. ورغم ذلك، توقع محللون اقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% وتراوحت التقديرات ما بين معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2%، وذلك بعد أن انكمش الاقتصاد 1.6% خلال الربع الأول. وفي محاولة للخروج من الأزمة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قانون خفض التضخم لعام 2022 سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة. بايدن اعتبر أن القانون يفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين، وأشار إلى أنه سيتم وضع حد أدنى للضرائب المفروضة على الشركات ب 15%. وشدد بايدن في الوقت ذاته على أن القانون سيسمح لبلاده أن تنافس الصين وتظل رائدة في مجال الأبحاث، وحث الكونغرس على تمرير القانون المقترح، موضحا أن القانون الجديد يهدف إلى تسهيل حياة الأمريكيين ويخفف ضغط التضخم. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا دكتور نجيب بودن، أستاذ القانون الدولي. يعني دكتور، بعد التحية، كيف ترى آخر معدل للتضخم سجلته منطقة، عفوا دكتور مجيد بودن، يعني كيف ترى دكتور مجيد التضخم الذي سجلته منطقة اليورو في يوليو، وكذلك التوقعات بشأن الوتيرة خلال الفترة القادمة؟ يعني هو صحيح أن هذا التضخم هو تضخم في مستوى عالي وغير مشهود به قبل، ولكن نعرف أساس ومسببه، ولكن قوة الاقتصاد الأمريكي وقوة الاقتصاد الأوروبي تسمح بأن يبقى المتعاملين الاقتصاديين والناس بشكل عام في تفاؤل نسبي، ولكن بتفاؤل في فترة
يعني فتره متوسطه. صحيح ان نسبه التضخم طلعت الى 8.6% وفي امريكا 9.1%. نعم. وهذا رقم كبير جدا، وخاصه هو يضر الضعفاء الحال، لان التضخم لا يمس المواطنين بشكل متساوي، لان يمس المواطنين الذين لهم حاجه كبيره في المواد الغذائيه وللطاقه. نعم. الذين ليس لهم هذه المشكله والتي يصرفون اموالهم في اشياء اخرى لا تمسهم هذا التضخم بشكل مباشر. ولكن هؤلاء الناس الان تعمل وتعمل امريكا بشكل منسق بان يخفضوا من هذه النسبه ويتمكنون من ذلك. وبدات اسعار النفط واسعار التدفقات تنزل الان، وبالتالي نسبه التضخم بدات تنزل، وهي لن تتحول الى تضخم هيكلي، سيكون تضخم مؤقت الى فتره ما. هي صعيبه وهي صعبه، ولكن ما تعمل على تسديد يعني النفقات او جزء من النفقات بمساعدات مباشره محدده لهذه الفئه من الناس. ستتعدي حالها. طيب دكتور مجيد، يعني الرئيس الامريكي طرح مشروع قانون جديد للتضخم، يعني قراءتك لهذا القانون والى اي مدى من الممكن ان يساهم في الحد من تداعيات الازمه الاقتصاديه، يعني خاصه تحديدا مع توقع المركز الامريكي بان ترتفع اسعار الفائده مره اخرى؟ ارتفاع اسعار الفائده مره اخرى هو شيء متوقع ويجب ان يكون في هذه المرحله، لان لما تزيد اسعار الفائده يقع التخفيض في قيمه الاموال المتداوله، وبالتالي فان المال يصير له قيمه اكبر. نعم. وتنخفض نسبه التضخم. نعم. هذا شيء بالنسبه لضعفاء الحال كذلك يؤثر على الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت هذه العملية الآن في هذا القانون الجديد التي يعرضه الرئيس الأمريكي هو كذلك يريد أن يحل عدة مشاكل في نفس الوقت. يريد أن يحل مشكلة التضخم، يريد أن يحل مشكلة التنافس بين أمريكا والصين، ويريد أن يحل مشكلة المنافسة من الشركات الأمريكية للشركات الصينية، ويريد بذلك استرجاع جزء كبير من الصناعات التي حولت الى الصين، والان سيقع استرجاعها على الاراضي الامريكيه. وكذلك اوروبا تفعل بنفس الشيء، وهذا سيقوم بتعديل في التجاره العالميه، والذي بدوره سيجعل الخزانه الامريكيه والخزانات الاوروبيه تجني ثمارا اكبر وتقوى عملتها وتنخفض ينخفض التضخم، وهذا لمصلحة المواطن العادي. طب دكتور مجيد، يعني استغل تواجد حضرتك معنا، تأثير كل هذا على الدول بشكل عام على مستوى العالم؟ يعني يجب على هو تأثير سلبي. نعم. بطبيعة الحال والدول لم تريد ذلك، هي وقعت تحت هذا الأمر الواقع الذي فرضته الحرب الروسية على أوكرانيا. نعم. ولكن يجب التعامل مع هذه المسألة السلبية، ويجب على الآن على أن يقع سن سياسات اقتصادية جديدة وبطريقة مغايرة، أي أنه يجب التكثيف من التصنيع، التكثيف من تشغيل اليد العاملة، التكثيف من ضخ الأموال على الأشخاص. نعم. عن طريق العمل، عن طريق الشغل. وبالتالي ستقوى تلك الاقتصاديات، خاصة الاقتصاديات مثلا اقتصاديات الشرق الأوسط ومثلا الاقتصاد المصري الذي يمكن له الخروج من تلك الأزمة بشكل مهم لصالح المواطن العادي بإعادة التصنيع والتكثيف في ذلك، والتكثيف في الخدمات
وفي ترقية الجودة، وستكون له مداخيل أكبر التي ستوزع عبر المربيع على الناس بشكل عام. نعم دكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على المصادقة في أسرع وقت ممكن على تخصيص 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. يأتي ذلك مع دخول الرقائق الإلكترونية مجالات المنافسة بين الدول مع تداعيات الأزمات المتلاحقة التي يمر بها العالم. وسط نقص في الرقائق الإلكترونية التي تستخدم في منتجات كثيرة من الهواتف الذكية والسيارات وصولا إلى الأسلحة، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي نصا تشريعيا لتعزيز الإنتاج لأشباه الموصلات. النص التشريعي الذي سيعود إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية عليه يرصد 52 مليار دولار لدعم إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وأكثر من 100 مليار دولار لخمس سنوات للأبحاث والتطوير. من جانبه رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمصادقة مجلس الشيوخ على التشريع الذي قال إنه سيسرع إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وسيخفض أسعار كل المنتجات، كما سيوفر وظائف بأجور جيدة. واعتبر بايدن أن إقرار التشريع سيعزز مرونة سلاسل الإمداد الأمريكية بحيث لن تكون واشنطن معتمدة بشكل كبير على بلدان أجنبية في تكنولوجيات دقيقة تحتاج إليها من أجل المستهلكين الأمريكيين. ومع تفشي الوباء تراجع مخزون الرقائق الإلكترونية لدى المصانع إلى حد مقلق، وتؤكد إدارة بايدن أن هذه الأزمة لها تأثير مباشر على التضخم المتزايد في الولايات المتحدة. هذا وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ على التشريع غداة إعلان مجموعة كورية جنوبية عن استثمار ضخم في أشباه الموصلات الأمريكية وغيرها من الصناعات المتطورة. قال الرئيس الصربي ألكسندر فوديتش إن سلطات بلاده اضطرت بسبب الأزمة العالمية وتأثيرها على إمدادات الطاقة والغذاء للدخول في حالة طوارئ بدءا من أغسطس المقبل حتى نهاية مارس المقبل. وأضاف فوديتش أن ميزانية بلاده قد تنزف لكي تتمكن من تغذية النفقات الإضافية في مجال توفير الطاقة وفي المجال الاجتماعي وغيرهما، موضحا أن بلاده تتلقى الغاز بموجب عقد تسر مدته إلى 3 سنوات تم توقيع مع شركة غاز بروم الروسية. قالت إدارة الإحصاءات في سريلانكا إن التضخم في البلاد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 60.8% في يوليو مقارنة بارتفاع قدر ب 54.6% في يونيو. وفي بيان قالت إدارة التعداد والإحصاءات السريلانكية إن القفزة في مؤشر أسعار المستهلك قادها ارتفاع بنسبة 90.9% في تضخم أسعار المواد الغذائية. خلال محادثاته مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية وجود مصادر متنوعة لإمدادات الطاقة. وبحسب الإليزي تتطلع فرنسا ودول أوروبية أخرى إلى تنويع مصادرها للطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا الذي أسفر عن قطع إمدادات الغاز الروسية عن أوروبا. عقد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تناولت مستجدات أعمال اللجنة السعودية الروسية وفرص تعزيز التعاون بين البلدين. كما شهد الاجتماع بحث آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الحكومية الدولية وإمكانية التعاون بين الدول في إطارها. أعرب الكريملين عن تضامنه مع بكين، وذلك غداة تحذير وجهه الزعيم الصيني شي جين بينغ إلى نظيره الأمريكي جو بايدن بعدم اللعب بالنار فيما يخص قضية تايوان. وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تقف بالطبع بجانب الصين وتؤكد أهمية احترام سيادتها وسلامة أراضيها، محذرا من أي إجراء يمكن أن يؤجج الموقف.
أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماركا بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص بينهم مسؤول محلي. وشدد البرلمان العربي على دعمه الكامل للصومال في حربها التي تخوضها ضد الإرهاب وتضامنه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها وترسيخ الأمن والاستقرار. وأكد البرلمان العربي على ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لاكتثاث الإرهاب من جذوره وتعزيز السلم والأمن وصولا إلى التنمية الشاملة في كافة أنحاء الصومال. افتتح ريتشي سوناك وليز تراس المرشحان لخلافة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل بوريس جونسون الحدث الانتخابي الأول من سلسلة من 12 حدثا انتخابيا في كل أنحاء البلاد لإقناع أعضاء الحزب المحافظ بأدائهما. أظهرت استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الأوفر حظا، وقد تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والس الذي أكد أن تجربة تراس تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة. اشتدت المنافسة الشرسة بين المرشحين النهائيين لرئاسة وزراء بريطانيا، وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس. ففي المناظرة التي جمعت بينهما في مدينة ليدز شمالية إنجلترا، عمل الاثنان على إقناع الجمهور عبر طرح برنامجيهما. المرشحان ركزا على قربهما من سكان المنطقة، إذ شددت تراس على أنها نشأت في مدينة ليدز حيث لا يزال والداها يعيشان، بينما قال سوناك إنه يقطن بالقرب من المدينة، وذلك في محاولة لكسب ثقة سكان المدينة. وزير المالية السابق أكد أنه سيقاتل من أجل كل صوت، مكررا رفضه خفض الضرائب قبل عودة التضخم إلى مستوى معقول، بينما كانت تراس وعدت بخفض الضغط الضريبي منذ اليوم الأول. كما تمكنت تراس من جذب الاهتمام من خلال تطرقها إلى مواضيع مثل قطاع النقل والدعم البريطاني لأوكرانيا ودعم المزارعين المحليين. وبالنسبة للسياسة الخارجية، فقد تعهد كلا الخصمين بتوسيع دعم أوكرانيا ومقاومة صعود الصين، مع الاستفادة من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. المرشحان تعهدا بدعم أجندة جونسون لتنشيط النمو في المناطق المهملة في المملكة المتحدة، بما في ذلك المناطق المحيطة بمدينة ليدز. تأتي تلك المناظرة مع إظهار استطلاعات الرأي أن وزيرة الخارجية تراس هي المرشحة الأوفر حظاً، كما تلقت دعما قويا من وزير الدفاع بن والس الذي كتب أن تجربة تراس تجعلها في أفضل موقع للدفاع عن المملكة المتحدة في هذه الأوقات العصيبة. وقد حثت اليابان السلطات المحلية على اتخاذ تدابير لمواجهة انتشار سلالة محاورة جديدة من فيروس كورونا أدت إلى ارتفاع حالات الإصابة إلى مستويات قياسية، مؤكدة أنه لا توجد خطة لأي إجراءات شاملة على مستوى البلاد. ورفعت الموجة السابعة من فيروس كورونا العدد اليومي للحالات الجديدة في اليابان إلى رقم قياسي بلغ نحو 233,094 حالة من انتشار السلالة المتحاورة BE5، ما زاد الضغط على الخدمة الطبية وأدى إلى تعطيل النشاط الاقتصادي في بعض الأماكن. لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم جراء فيضانات مدمرة سببها هطول أمطار غزيرة في شرق ولاية كنتاكي الأمريكية. وصف حاكم الولاية الفيضانات بالمدمرة والمميتة وأنها الأسوأ في التاريخ، وتوقع أن يكون إجمالي عدد الضحايا من رقمين. وأعلن الحاكم الديمقراطي حالة الطوارئ في عدد من المقاطعات، كما تم نشر 40 مروحيات تابعة للحرس الوطني، إضافة إلى قوارب مطاطية للمساعدة في عمليات الإغاثة. أعلنت وزارة الصحة إطلاق خمس قوافل طبية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت الوزارة أن القوافل تم إطلاقها في خمس محافظات هي الدقهلية والجيزة وجنوب سيناء ودمياط والغربية. وأشارت إلى أن القوافل توفر الكشف الطبي والعلاج بالمجان في العديد من التخصصات الطبية، منها نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والبطنة والقلب وغيرها من التخصصات، فضلا عن خدمات الأشعة والتحاليل.
تشهد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري كافة القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية، ومن بينها قرية بيت علام التابعة لمركز جرجة جنوب محافظة سوهاج. ونجحت المبادرة الرئاسية في تنفيذ العديد من المشروعات بتلك القرية بشكل جعلها نموذجا متحضرا للحياة الكريمة وتضم مجمعا جديدا للخدمة الحكومية. وسط إشادة كبيرة للمواطنين، يستمر العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنمية الريف المصري بقرية بيت علام التابعة لمركز جرجة جنوب محافظة سوهاج. قرية فقيرة طاردة لساكنيها حولتها المبادرة إلى نموذج متحضر للحياة الكريمة. مجمع الخدمات الحكومية الجديد أحد النماذج التي لاقت استحسان أهالي القرية. المجمع الخدمات ده اللي احنا واقفين قدامه فندم تم الانتهاء منه تماما في خلال 6 شهور بالضبط، يعني بدأ 1/8/2021 وانتهى 28/2/22، يعني مدة التنفيذ 6 شهور فقط، وتم إنجاز هذا العمل الكبير وهذا الصرح الموجود أمام حضراتكم. مركز لخدمة المواطنين والتيسير عليهم، وجمعية زراعية، ومدارس وملاعب، ووحدة صحية وبنية تحتية، ومكتب للبريد، وآخر للوحدة المحلية، كلها مشروعات منحتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرية ليتحول الحلم إلى حقيقة وواقع ملموس. مجمع خدمات المواطنين ممكن تيجي تخلص كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها من مكان واحد، من شهر عقاري، في مركز تكنولوجي، في بضاءة، شهادة ميلاد، اي حاجة تحتاجها، مكتب تومين، كل الخدمات موجودة في مكان واحد. هنتلقى خدماتنا في قريتنا، مش هنروح المدينة، ولانه مركز يضم كل الاحوال الخاصة بالمواطن من احوال مدنية وشخصية. كل خدماتنا هنا في بلدنا، بقيت بدل ما اروح جرجة انا واروح المركز او اروح المحافظة، فهنا كل حاجة متاحة لي في جوا المركز التكنولوجي. تأتي المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، بالإضافة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة. حياة كريمة هدية الرئيس لأهل مصر. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وعوده الى جولتنا الاخباريه، حيث تواصل وزاره الداخليه تحت رعايه رئيس الجمهوريه فعاليات المرحله الثانيه والعشرين من مبادره كلنا واحد لتوفير احتياجات المواطنين من كافه انواع السلع باسعار مخفضه، حيث تصل نسبه التخفيض الى 60%. هذا وتستمر فعاليات المبادره حتى نهايه شهر اغسطس، كما تستمر التخفيضات في منافذ امان التابعه لوزاره الداخليه حتى نهايه العام. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية وبما يسهم في تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين، أعلنت وزارة الداخلية استمرار فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية حتى نهاية شهر أغسطس. أول ما وزارة الداخلية طلبت مننا أن احنا نمد المبادرة شهر كمان، بالفعل احنا لبينا الطلب في الإطار اللي بتعمله وزارة الداخلية لضبط الأسواق وتوفير السلع علينا، ونقدر نوفر الكميات والخصومات التي تصل إلى 60%. الحمد لله كل السلع الاستراتيجية متوفرة عندنا، زيوت، سكر، مكرونات، رز، صلصات، لحوم، كل دي الأسعار موجودة بسعر أوفر بكتير من بره. هي حاجة كويسة إن هو مدها لشهر 8، وإحنا فرحانين إن هنا حاجة كويسة ومنظمة على طول، ودايما هم على طول في تخفيضات، ويا ريت تنها على طول دايمة وكده. بلاقي حاجتي كلها موجودة، ما بروحش هنا ولا هنا، وأرخص من اللي بره. تتوفر السلع بأسعار مخفضة بفروع السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة والتي تصل إلى 1002 فرع على مستوى الجمهورية. تتراوح نسب التخفيض من 25% إلى 60%.
بالإضافة إلى توفر السلع بعدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وكلها موضحة بالأسماء والعناوين على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت للتيسير على المواطنين في الوصول إليها والاستفادة من فارق الأسعار. احنا بنتعاون مع وزارة الداخلية ان احنا نوصل السعر الحقيقي للمستهلك بدون غلاء غير مبرر للحلقات الوسيطة اللي عليه. مدينا المبادرة لآخر شهر 8 إن شاء الله، وعلى استعداد التكملة معهم، لأن احنا بادئين من بداية المبادرة واحنا في انطلاقة من انطلاقة المبادرة واحنا موجودين معهم. عندنا عروض كاملة جدا على السلع الاستراتيجية، مع العلم ان مثلا ان في أزمة عالمية، لكن الحمد لله في دعم من وزارة الداخلية معانا. الحمد لله الأسعار كويسة ومتوفرة والحاجة كويسة جدا، واحنا دايما بنيجي الأماكن ديت لأن فيها فرق كبير بيننا وبينها وبين الأسعار بره. والله المبادرة أنا شايف فيها حاجة كويسة جدا، الأسعار مناسبة وبضغط السوق اللي بره مخلية الأسعار، حاسس إن الأسعار أحسن من السوق اللي بره بكتير. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية تواصل بدورها توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية حتى نهاية العام الحالي، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية والتي يصل عددها إلى 1026 منفذا، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. مبادرة كلنا واحد في مرحلتها 22 التي أطلقتها وزارة الداخلية في ظل متغيرات دولية وإقليمية انعكست على الحالة الاقتصادية وأسعار السلع والخدمات المختلفة، أسهمت في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة وبسلع تتسم بجودة عالية. توفر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، تصل نسبة التخفيض فيها إلى 60% في أفرع السلاسل التجارية المشاركة بها وكافة المنافذ المشاركة في هذه المبادرة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تسعى الدولة إلى تحقيق استهلاك أفضل للطاقة ومواردها الطبيعية، حيث تعمل على التوسع في استخدام الهيدروجين النظيف كأحد الموارد المهمة للطاقة النظيفة. وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء جهود الحكومة في التوسع باستخدام الهيدروجين النظيف، مؤكدا أنه أصبح من أهم التحولات الرائجة حاليا نحو استهلاك أكفأ وأنظف للطاقة ومواردها في تصنيعه. وأوضح أن مصر تسعى إلى توطين استخدامه مؤخرا والعمل على دمجه في استراتيجية الطاقة 2035، والتي تهدف لزيادة نسبة مساهمة موارد الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر. ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4,100,000 طن بزيادة لأول مرة عن نفس الفترة من العام السابق. يأتي ذلك في ظل الجهود المستمرة لتعويض النقص والاتجاه إلى زيادة الصادرات بعض السلع الأخرى من خلال فتح الأسواق الجديدة والتوسع في منظومة التكويد والمتابعة وتطوير الحجر الزراعي. تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتواصل جهود الدولة لإقامة أسواق مطورة للجملة ونصف الجملة في المحافظات وحصر الأراضي الفضاء غير المستغلة في المدن الكبرى بجميع المحافظات. وفي هذا الإطار أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبخطة هادفة لتنفيذ التكليفات في هذا الشأن. وأعلن شعراوي أنه تم حصر 283 قطعة أرض على مستوى المحافظات لإقامة أسواق للجملة ونصف الجملة، منها 128 قطعة أرض تخضع لـ 21 محافظة. اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورته 17 بمكتبة الإسكندرية. شهد المعرض إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث شهد العديد من الفعاليات بمشاركة عدد كبير من المتحدثين والمحاضرين.
وسط إقبال جماهيري اختتمت فعاليات معرض الكتاب في دورته 17 بمكتبة الإسكندرية. البرنامج الثقافي الذي صاحب المعرض هذا العام يعتبر بمثابة مهرجان ثقافي لمثقفي الإسكندرية بشكل خاص ولمصر والعالم العربي بشكل عام، إذ ضم أنشطة في شتى المجالات الثقافية في مصر والعالم العربي. السنة دي الإقبال كثيف جدا، شهدنا في أول يوم من أيام المعرض إقبال 12,000 زائر من الزوار على حضور الفعاليات. عندنا السنة دي البرنامج الثقافي للمعرض بيشهد 300 متحدث على حوالي 80 فعالية، وزي ما أنت شايف يعني رغم ما يقال عن تراجع أسهم الكتاب الورقي إلا أن احنا لا شايفين العكس تماما، الكتاب الورقي في تقدم والقراءة الأونلاين ما لغتش الكتاب الورقي بأي شكل من الأشكال. البرنامج الثقافي المصاحب قدم مجموعة مهمة من ورش العمل الخاصة بفنون الكتابة، الرواية، القصة القصيرة، السيناريو، الدراما الإذاعية، القصة القصيرة جدا، ورشة النقد، هذا بجانب ورشة للترجمة وورشة الخط العربي. أول مرة أجي المكان دوت فوجئت بيه صراحة، يعني مكان بسم الله ما شاء الله يعني حاجة تفرح. وطبعا أنا محب للقراية ومحب للثقافة بحكم أن أنا الجيل القديم مش الجيل الجديد، دلوقتي كل الجيل الجديد الأولاد والبتاع بيتجهوا للسوشيال ميديا. المعرض الذي أقيم تحت شعار الوعي وبناء الإنسان ركز البرنامج والمحتوى الثقافي له على وعي وبناء الإنسان، فقد أقيم هذا العام داخل المعرض 75 حدثا ثقافيا شارك فيها أكثر من 300 متحدث ومحاضر. نجحت الطفلة الهندية زارا آن جلاديس في خطف الأنظار خلال ممارستها رياضة التزلج بحركات انسيابية مرنة وبتوازن كبير باستخدام لوحة تزلج الخشبية. وتمارس الطفلة الهندية رياضتها المفضلة في مكان مخصص لهذه الرياضة في إمارة الشارقة بالإمارات. بحركات انسيابية مرنة وبتوازن كبير تخطف الطفلة الهندية زارا آن جلاديس الأنظار خلال ممارستها رياضة التزلج باستخدام لوح التزلج الخشبي ووسائل حماية من الصدمات والإصابات، حيث تمارس الطفلة الهندية رياضتها المفضلة في مكان مخصص لهذه الرياضة في الشارقة بالإمارات. زارا عرفت التزلج قبل نحو عامين بعدما رأت صديقاتها يلعبن في وقت كانت تنتشر فيه جائحة كورونا، وظلت تتابع اللعبة حتى حصلت على أول لوح خاص للتزلج فأصبحت تتدرب يوميا لعدة ساعات. وعلى الرغم من صغر سنها إلا أنها تحب التنافس وتتعلم من كل محاولة تقوم بها لأنها تقربها من تحقيق حلمها في أن تصبح متزلجة محترفة. هذا وتتعلم عاشقة التزلج الحيل الجديدة عبر مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب وتواصل التدريبات حتى تتقن الحركات. وفي الفترة الماضية شاركت زارا في العديد من المسابقات المحلية والدولية في الإمارات والهند وبودابست وفازت خلالها بألقاب، فالفتاة الصغيرة تحظى بدعم والديها اللذين يوثقان رحلتها في التزلج على الألواح ويدعمانها في كل ما تقوم به. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى تذكير بأهم ما ورد بها من عناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. مقتل 40 أسير حرب أوكرانيا وإصابة العشرات في هجوم على سجن بدونسك، وكييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن الهجوم. التضخم السنوي بمنطقة اليورو يرتفع إلى 8.9% في يوليو. انتهت نشرة الثالثة، دمتم في أمان الله. في رعاية الله.